البرازيلي رونالدو جيانشي ضجة كبيرة في الساعات الأخيرة وموجة كبيرة من الانتقادات، وأصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم، حيث ظهر جيانشي في مقطع فيديو تم كشفه حديثا، وذلك أثناء حديثه مع أحد الشبان في مكالمة هاتفية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث كان يقوم جيانشي بحركات حميمية تبدو في بادئ الأمر كعادية مع سيدة، ولكن أثار المشهد الذي صدم محبيه أنه كان مع أحد الشبان، ما تسبب له في موجة من الانتقادات، وفكر البعض إلى ربط الأمر إلى شذوذ، وأنه قد يكون من جماعات أصحاب الألوان. وإلى هنا تكون وصلنا إلى نهاية خبرنا، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.